نعم شيخ، ذكرت حديث الإنسان لوحده الحديث مو صحيح، ولكن هل تفضل يعني الواحد ما يسافر لوحده للفتنة اللي تقع له؟ السفر وحده المسافر شيطان، المسافران شيطانان، والثلاثة راكب. يعني أولا ذكر أهل العلم إن صح هذا الحديث فالمقصود به اللي يسافر في البر وحده من تسلط الجن عليه والوساوس والأفكار وغير ذلك من الأمور، وليس السفر بالسيارة مثلا بين مع الناس، يعني سيارات رايحة وسيارات رادة وكذا، يعني ليس وحيدا هذا، أو في الطيارة مثلا مع الناس أو كذا، هذا لا يقال له سافر وحده. وإن المقصود اللي يسافر وحده اللي يسافر وسط البر كما كان السابق، يعني على بعيره أو مشيا أو اللي يكون وحده، هذا الذي لو أصيب بشيء ما عنده أحد يساعده، مثلا لو لدغته عقرب أو حية أو غير ذلك من الأمور، أو ظهر له حيوان أو غير ذلك ما عنده الذي يساعده، أو انعفتت رجله أو غير ذلك من الأمور. فالقصد أن المسافر وحده المقصود في البر وسط البر، أما المسافر وحده في الطيارة أو في السيارة مع الناس هذا لا يقال مسافر وحده، هذا ما ضع في الحديث، هذا ما ضع في الحديث والله أعلم. لكن ذكر مصالح قضية حتى المسافر وحده أحيانا خاصة إذا بلاد الغرب أو كذا، ممكن هناك يعني يمغرب خرب، يعني يقولون يعني إنه يفسد هناك، ما عليه رقيب ولا عين ولا أحد يراه ولا أحد يعرفه، فيصير الفساد عنده أسهل ممن لو كان معه أحد يستحي منه والله أعلم.